مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. في شغلة مهمة كتير بتصير معنا في حياتنا، خاصة اللي احنا متغربين في دول أجنبية بدنا نحكي غير عربية، اللي هي موضوع الحساب عند الفاتورة. وهاي شغلة طبعا اليوم بالصدفة طلعت مع شاب كندي عزمني على كوفي في الصبح، فقلت له وافقت على العزومة، اتفقنا في مكان معين، رحنا على هذه القهوة، جلسنا، فوقفنا قدام القهوة، سلمنا بعض، قال لي أنا happy إنك you accept my invitations ومبسوط إنك قبلت دعوتي، ودخلنا على القهوة. طبعا هو دخل قبلي، فوقفك طلب إكسبريسو I think و شوكولات كيك او اشي زي هيك، وحاسب واخذ الاغراض وراح تركني انا معزوم. فانا طلبت قهوتي وبسكوتة وحسبت وعادت. قعد يحكي لي بموضوعه، طبعا طلع بده من مؤسستنا مساعدة وقصص، يعني الزلمة طالبني. ف فكرت في الموضوع، طبعا هذه عادة عند الكنديين، يعني حتى الواحد يمكن أحيانا بروح هو ومرته أو هو وابنه، كل واحد بيدفع عن حاله. ف يعني يمكن بعاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا هذه الشغلة مش موجودة أو فيها إشي غريب، بس بالنسبة للكنديين هاي أو الأجانب بشكل عام إشي طبيعي، وخاصة لما يطلعوا مع بعض في الـ في الـ في الـ في الشغل أو في المدرسة بسموها split the bill، اللي هو كل واحد بيدفع عن حاله. شو أنا طلبت؟ طلبت مثلا أكل، طلبت بيبسي، طلبت شغلة شوكولاتة، بتدفع عن حالك، ما مش شرط إنك تدفع عن غيرك. إحنا العرب طبعا لا، عنا عادات تانية، عنا إكرام الضيف، ويمكن تكون هاي العادات كويسة ومحترمة. بس من الشغلات اللي بتذكرها مرة صارت معانا، رحنا على كافي هون مشهور اسمه تيم هورتون، قهوة كندية، فكنا ثلاثة عرب. Do you need help guys? No, we're fine. You good? Okay. فكنا ثلاثة عرب ماشيين بهالدخلنا، فطلبنا الطلبات. طبعا أنا أدفع، وبدأت الحركات الإيدين، أنتوا عارفين هاي الشغلات، واللي بركبته بكوعه يسلخ الثاني، ولا وخلصوا علي شوية. اللي هو إجانا الكاشير بيحكي هدول on the house، يعني المحل إحنا دافعينهم. فاستغربنا يعني أوكي thank you، ورحنا أخذنا. قلت لهم شباب خلينا نسأل ليش، فرحنا طلبنا، قالوا لا ما بعرف المانجر هو اللي فنادينا المانجر، قالت أنا شوفكم بتتمشكلوا مع بعض، فخفت يعني واحد يدز الثاني على الأزاز يكسر لي الأزاز، أدفع $3 حق القهوة أرخص لي منه واحد يكسر لي الأزاز وينجرح وبعدين نبلى بموضوع ثاني. قلنا لا 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 احنا هذه، قالت I don't care، انا المهم عندي السيفتي تبعت المحل. فصرنا نضحك يعني احنا. هلا الموضوع فعليا موجود لنا، يعني احنا بنحب نعزم وبنحب انه نعطي وبنحب انه نورجي كرامنا. هذه طبعا الشغله مش موجوده، يعني هذه خاصه اللي بيشتغل مع كنديين وبعاشر اجانب بشكل عام، ليش احكي كنديين بشكل عام. هلا هم ما بيصدقوا، يعني انت روح مثلا مع حدا وقول له اتس ماي تريت، كاري شور، يعني انت متاكد من الموضوع؟ بتقول له اه، ولا بناقشك، يعني بقول لك اوكي خلص، هو بده يعزمني بده يدفع يدفع، يعني اشي عادي، وما بيعتبرها واجب عليه انه مثلا المرة الجاي ادفع عنه. لا 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 خلص، انت دفعت المرة الاولى، حابب تدفع المرة الثانية، المرة الثالثة طلعته ما بدفعش عنك، بدفع عن حاله لانه هذا عنده عادي. فبس حبيت اشارككم هذا الشغلة اللي موجودة عند كثير من الاجانب، و يعني قد تكون فكرة بسيطة هيك خطرت في بالي تحكي لكم عن الحياة في كندا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل